ناخذ مقاديره. عصير الكركديه البارد بلزمنا كاستين من زهرة الكركديه، لترين مي سخنة، مهمة السخنة، ماء الورد، عشان سكر، ولتر ماء بارد. أوكي، هلأ الكركديه جاهز، نشتريه من السوق، بس قبل ما نعمله عصير لازم نغسله. كيف؟ بس بنحطه بجاط هيك شوي، بنغسله ومنصفيه. اوكي، بعدين بنحطه باي اشي بدكم تغلوه، بنحط مي سخنه عليه. طب ما بحل هيك، بروح من شوي من طعمه؟ لا لا، ما هي غسله الغبره يعني تاعته. عرفتي؟ ولازم مي سخنه. ما هو عشان بدك تغلي. عرفتي؟ بدنا نغسله. ما هو اغسليه بعدين انه مع مي سخنه عشان يغلي على السريع. عرفتي؟ هلا بنحطه هيك بهذا الشكل. يعني انا صراحه في بغلوه نص ساعه، في بس بنقعوه لتاني بصير. يوم بصير، بس انه الغلوه بتعطيكي المركز. طيب هلا بغلي انا امبارح، يعني غليته تقريبا شي 40 دقيقه بنغليه. اوكي، بعد ما نغليه بنصفيه ولي بعطينا عصير كركديه المركز. هلا بنقدر انه نحطه في اناني لوقت هلا جايين رمضان، نصير بنكسره بالمي وبالسكر لوقت ما بدنا احنا نعمل، بس هلا بنقدر نحتفظ فيه بعد الغلي بالثلاجه. قديش بقعد بالثلاجه؟ بقعد، ما هو يعني شهر، احكي شهر. والله شهر. حلو. المركز بنصير انه نخفف. هلا هون انا عامله متلج هون. ما هو هيك هو طيابته هيك. انا هون خففته، حاطين قد ايه المقادير انه نحط مي بارده بعد ما يبرد كويس. لتر مي بارده خففته. وحطيت سكر قد التحلايه اللي انتم بتحبوا قد ايه يكون حلو. وماء ورد. وماء الورد وبتحطيه بالثلاجه مع الثلج. مع هلا كيف هاي عملتها، انه حطيت هيك ليمونه والسكر لونته. خليني افرجي كيف مثلا هيك لونته السكر. السكر ممكن تجيب تبع الاكل الصبغه. وبالكيس هيك بالسكر بتصيروا بالكيس انه يعملوا فيه. هلا اصبها وهلا بنقدم الملوخيه. طيب في عم بيسألوا كيف لونت السكر مرة تانية. أوكي، السكر حطيت بكيس السكر، بعدين حطيت شوية من اللون اللي موجود عندي يعني ملون طعام، وبالكيس صرت أفرق فيه هو وبالكيس. حطيه بالكيس وتلف فيه. بصير ألف فيه بالكيس إنه أفرق في السكر. وطبعا هون ليمونة بتمسكيها وحطيتها الكاسة مشان تصير. أيوة، وحطيتها هيك وبالتلاجة عشان إنه يمسك. ثلج.